تشاهدون في هذه الحلقة: جهود متواصلة لاستعادة الآثار المنهوبة في تعز، والسلطة المحلية تتحدث عن لجنة لحصر ومقارنة مضبوطات القطع والمقتنيات القيمة. جامع المظفر بتعز، تاريخ يحكي قرابة 800 عام فن العمارة الإسلامية. في تعز مخبز خيري يعجن بالصمود الجماعي ويوزع خبزه على المحتاجين مجانا. مرحبا بكم من جديد. مستهل حلقتنا موجز سريع لأهم المناشط التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. بدأت بتعز المرحلة الأولى من عملية ترميم المتحف الوطني الذي تعرض لعملية قصف وتدمير أجزاء منه جراء حرب ميليشيا الحوثي الإنقلابية على تعز. وقال مسؤول الآثار بالمحافظة إن تكلفة المرحلة الأولى بلغت 50,000 دولار بدعم من الصندوق العالمي للحفاظ على الآثار، وجاءت بهدف ترميم الواجهة الخارجية من خلال تركيب النوافذ والقمريات للحفاظ على المتحف وحمايته من تسرب المياه إلى الداخل. وأضاف المسؤولون أن هذه المرحلة ستعقبها مرحلة ثانية ستشمل الترميم من الداخل استعدادا لافتتاحه وإعادة العمل فيه. تتواصل بتعز فعالية معرض الفنون التشكيلية الأول بمشاركة كوكبة من مبدعي ومبدعات الفن التشكيلي، ويتضمن المعرض الذي أقامته رابطة إعلاميات تعز على مدى 3 أيام لوحات فنية وإبداعية عكست مستوى الإبداع وقدرات الموهوبين والمشاركين في هذا المعرض. ويخصص ريع المزاد العلني في هذا المعرض الذي جاء تحت شعار نساء تعز جرح نازف وصمود يتجدد، يخصص ريعه لصالح مرضى السرطان في تعز. مشاهدينا، تمتلك تعز كنوزا أثرية ثمينة، وتعرضت قطع ومقتنيات قيمة من هذه الآثار لعملية نهب وتهريب في ظل تواصل حرب الميليشيا الإنقلابية على المحافظة، وهي الحرب التي يعتبرها الكثير استهدافا لتعز أرضا وإنسانا ثقافة وتاريخا. وفي ظل القلق على مصير هذه القطع الأثرية، تؤكد السلطة المحلية بذلها جهودا مستمرة بهدف استعادة المنهوب وحماية الآثار. نحو شهرين منذ أعلنت السلطات الأمنية بتعز ضبط مئات القطع الأثرية المنهوبة والمهربة، ومنذ ذلك الحين والشارع في تعز يعيش حالة من الترقب لمعرفة مصير ما تبقى من كنوز ونفائس محافظته، ترقب يتحول في الغالب إلى تفاؤل ينعشه تجديد السلطات المحلية بتعز تأكيداتها باستمرار المتابعة والبحث. نحن كسلطة محلية نهتم في موضوع الآثار اهتماما خاص، وقد سعينا على استعادة معظم الآثار التي فقدت، وما تزال اللجان المتخصصة تشتغل في ملف الآثار. تملك تعز إرثا تاريخيا كبيرا، وتضم متاحف المدينة ما يقارب 50,000 قطعة ومقتنيات أثرية، منها قطع قيمة ونادرة، غير أن هذا الإرث تعرض للتدمير الممنهج والنهب المنظم من حرب ميليشيا الحوثي الإنقلابية على تعز، وهو ما حدا بالمسؤولين لتلافي الضرر وتشكيل لجنة حكومية مهمتها عمل مقارنة وفحص لمعرفة عدد القطع التي استعادتها الأجهزة الأمنية من تلك المفقودة. هناك لجنة مختصة وقد دعمت من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في مبلغ، ستبدأ إن شاء الله خلال الأسبوع القادم عملها من قبل مختصين في الآثار لعملية المقارنة بين القطع الأثرية الموجودة، وسيتضح حينها وسيتضح أيضا تحديد مصدر الفقدان أو النهب. واستشعارا منها بالمسؤولية، بدأت هيئة الآثار بتعز بالمرحلة الأولى من عملية ترميم المتحف الوطني بعد حصولها على التمويل اللازم من قبل الصندوق العالمي للحفاظ على المعالم الأثرية. ستكون أول مرحلة هي الحفاظ على الواجهات الخارجية، تمام، للحفاظ على الداخل.
الواجهات الخارجية من خلالها يدخل المياه، الرياح أيضا تؤثر، فالحفاظ على الخارج هو أول أهمية بالنسبة لنا. بعدها سوف ندخل إلى المراحل الداخلية وتغيير الأبواب وإلى آخره، أو بالأصح ترميمها. هنا في المتحف دمرت القمريات السابقة التي كانت في المبنى تدمير كامل بسبب الحرب. الآن نقوم بعمليات ترميم السليم منها وإعادة تصليح المفقودة والمكسر تماما منها، بحيث نعيده بنفس الأشكال القديمة التراثية. وتمثل الآثار بالنسبة لأبناء تعز واليمن عموما ذاكرتهم الجمعية التي من خلالها يتعرفون على الحقب التاريخية التي مرت على البلاد في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية. وللاستيضاح أكثر حول هذا الموضوع نستضيف نائب مدير هيئة الآثار والمتاحف الأستاذ محمد شايف. أهلا بك معنا أستاذ محمد في هذا اللقاء. أهلا وسهلا. إلى أي مدى دمرت حرب الميليشيا الحوثية آثار تعز ومقتنياتها التاريخية؟ والله دمرت الكثير من الآثار، وخاصة قلعة القاهرة، وكان بسبب الحرب إنهاء معظم المتحف بشكل عام، سواء من آثاره أو مقتنياته أو أيضا المباني. والآن نحاول بقدر الإمكان استرداد ما تم نهبه وإخراجه ونهبه من داخل المتحف. اللجنة المكلفة لحصر الآثار ومقارنة الآثار التي تم استعادتها مع المفقودة، لماذا تأخرت بالخروج بنتائج عملها رغم مضي أكثر من شهرين على إعلان الأمن ضبط آثار مهربة ومنهوبة؟ لا، بالنسبة للجنة طبعا عملت على جرد المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها عند أبو العباس، وتم جردها وتوثيقها وحفظها في مكان آمن. والكمية الأخيرة التي تم عليها العثور أيضا في مجمع هائل حيث كان أبو العباس، تم أخذها وتحريزها في المحافظة. والآن لجنة لا زالت مستمرة تعمل على جردها وتحريزها وتأمينها أيضا، لكن عملية المقارنة عادوا لم يتم حتى تستكمل عملية الجرد والتوثيق، وبعد ذلك ستكون هناك مرحلة جديدة في عملية المقارنة حتى يتم معرفة ما تم استرداده وما لا زال مفقود من الآخر. ما نوعية هذه القطع الأثرية التي تم العثور عليها؟ وهل هناك أضرار يعني بالتأكيد في كثير منها زي المخطوطات وغيرها تأثرت من نتيجة عملية العبث والنقل من مكان إلى آخر، وما حدث للمتحف من تدمير وغيره. لكن حاولنا بقدر الإمكان إحنا معالجة ما أولية بالذات خاصة للمخطوطات والثياب وغيره. هل هناك آلية محددة تبعتموها في تشخيص ومعالجة هذه القطع؟ يعني حسب الإمكانيات اللي كانت موجودة، لأنه نحن في المكتب أو في الهيئة العامة مثلا لا نمتلك معمل ترميم، خاصة بالنسبة للمخطوطات وهذا، لذلك اتبعنا الطريقة البدائية في عملية الحفاظ على هذه المخطوطات حتى نتمكن من إعادة ترميمها والحفاظ عليها بشكل أفضل. هل لديكم إحصائيات بعدد المقتنيات الأثرية في تعز إجمالاً وكم المفقود منها وما تم استعادته؟ طبعاً معنا سجلات تحفظ كل المقتنيات اللي كانت موجودة في المتحف وموثقة بالصورة وبالنسمة، لكن نحن الآن ما نستطيع أن نحدد ما هو المفقود وما هو الباقي، وما حتى يتم استكمال وجرد الأشياء الموجودة لا زالت في المحافظة وغير المحافظة، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية أو الثالثة اللي هي ستتم بواسطها عمليات المقارنة بين ما هو تم العثور عليه وما هو مفقود من خلال السجلات والصور والتوثيق الموجود لدينا. هذه القطع هل هي مسجلة وموثقة؟ نعم. بحيث يمكن تتبعها واستعادتها؟ نعم، في أي مكان، خصوصا هناك تقارير أمريكية إعلامية تتحدث عن عملية بيع لآثار تتم في الخارج بمبالغ مهولة. نعم، بالنسبة لما هو موجود في المتحف هو موثق، توثيق بالصورة وبالسجلات وموثق رسمي ومعمد وبشكل كامل. طيب، ما هل هناك لديكم معلومات أو عن وجود آثار لا تزال منهوبة من قبل جهات معينة؟
بالنسبة لنا طبعا ما مش عارفين مع من الجهات، لكن بالتأكيد الجهات الأمنية عندها فكرة حول هذا الموضوع وبالتأكيد تشتغل. هل هناك تحركات في هذا الجانب؟ بالتأكيد الجهات الأمنية تشتغل بشكل مباشر وغير مباشر في البحث والتقصي عن والبحث عن هذه القطع لإعادتها إلى المتحف الوطني. السلطة المحلية ما دورها في دعمكم كهيئة للآثار والمتاحف بما يصب في خدمة الآثار والحفاظ عليها؟ والله السلطة المحلية لعبت دور كبير جدا في دعم الآثار والبحث والتقصي واسترداد هذه القطع التي عبث بها، ولكن طبعا وضع الحرب والإمكانيات اللي غير موجودة في السلطة المحلية، يعني بقدر الإمكان هي تقدم قدر المستطاع في دعم المكتب الآثري للحفاظ على تراثه وقطعه ومقتنياته. بدأتم المرحلة الأولى من عملية ترميم المتحف الوطني، هل سيسهم ذلك في الحفاظ على الآثار أم أنها عملية لإعادة تأهيل ما دمرته الحرب في تعز؟ لا بالتأكيد هو إعادة ترميم المتحف هو كخطوة أولى، إعادة الترميم ثم بعد ذلك تجهيز المتحف حتى نتمكن من إعادة ما تم العثور عليه من قطع أثرية ومقتنيات أثرية إلى المتحف، بحيث إن شاء الله بعد ما نستكمل هذه المرحلة الترميم والتجهيزات ويمكن إعادة فتح المتحف وعرض كل القطع الأثرية في به، وذلك يعود بفضل ثبة إلى الوحدة التنفيذية طبعا لمكتب الآثار من أخصائيين ومهندسين الذين بذلوا جهود كبيرة في الحصول على دعم من قبل منظمات العالمية للحفاظ على الآثار، وتعاون الأخ الدكتور خالد الكامل كمنسق لهذه المنظمة، بالإضافة إلى تسهيل كثير من الأمور من قبل السلطة المحلية لهذه الإجراءات. هذه الآثار أو المخطوطات والمقتنيات التي تم استعادتها مؤخرا، يتساءل المواطن ربما ينتابه قلق حول الإجراءات التي سوف يتم التعامل معها، أين سيتم حفظها؟ من الجهة التي ستشرف على هذه معالجة هذه المقتنيات ومن ثم تخزينها؟ لا بالنسبة لهذه البسمة طبعا في لجنة، شكلت لجنة من قبل مكتب الآثار، من قبل الجهات الأمنية، الأمن القومي، الأمن السياسي، تحت إشراف ورعاية السلطة المحلية، وتم قردها وتوثيقها بشكل علمي وتم الحفاظ عليها في مكان آمن. ما الذي ينقصكم في مكتب الآثار لأداء مهامكم على أكمل وجه والاحتفاظ ربما بما تبقى من آثار تعز؟ والله المكتب الآثار حتى الآن ليس له مكتب، لأنه المكتب مدمر تماما، ولازلنا نبحث في السلطة المحلية في وزارة الثقافة عن من يعيد لنا ترميم المكتب الآثر حتى يتمكن من استعادة دوره في عمله. هذا يعني أنكم تعملون بدون ميزانية تشغيلية؟ لا ما في معي ميزانية تشغيلية. السلطة المحلية أعتقد جابت فترة من في السنة أو لجزء من وبعد كذا توقفت، والآن نتابع نحن عبر وزارة الثقافة والهيئة العامة في الآثار في عدن، لكنه حتى الآن لم نصل إلى. ماذا عن بقية العمل؟ نشتغل طبعا بلا ميزانية، كل ذاتي. ووزارة الثقافة والآثار هل لها دور يعني في التعاون معكم؟ لها دور، لكن قلت لك بالنسبة للأمور المالية صعبة جدا، حتى الآن لم نستطيع أن نقوم بترميم المكتب وتأثيثه حتى يستطيع الموظفين الحضور والدوام داخل المكتب ومن ثم مباشرة أعمالهم تهيئة المناخ للعمل والحفاظ على ما تبقى من آثار ومعالم التاريخية في المدينة. الأستاذ محمد شايف نائب مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف، شكرا جزيلا كنت ضيفنا. شكرا. أهلا بكم من جديد. يعد جامع المظفر أقدم المساجد التاريخية وأكبرها في المدينة القديمة بتعز، ويكتسب الجامع الذي كان يضم مدرسة شهرته وأهميته من كبر مساحته وقدم تاريخ بنائه الذي يعود إلى قبل 800 عام. نتابع. ما كان لنا
أن نجول تعز ونخرج منها دون أن نتوقف على أحد أهم وأقدم صروحها الدينية والتنويرية في المدينة القديمة. فالقارئ الجيد لتاريخ ذي عدينة وقد أحاط بما تحويه تعز من كنوز أثرية لا يمكن أن يكون مروره على المدينة كمرور غيره، إذ كيف تطيب النفس واللهفة تشوقنا لمسجد المضفر الذي بني في عهد الدولة الرسولية، وتحديداً في العام 628 هجرية. جامع المضفر طبعا هو أول جامع بني في تعز، بناه الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول. جامع المظفر يعتبر أقدم جامع تاريخي في تعز، يعني جامع المظفر هو أقدم جامع الأشرفية، بناه الملك الأشرف يوسف بن رسول. هو أحد معالم تعز التاريخية، وكان مدرسة وجامع، يعني فيه درس كثير من علماء المذهب الشافعي في مدينة تعز، ويعتبر من معالم تعز التاريخية. يتراءى المسجد للناظر بناء ضخما على مساحة مترامية الأطراف، وهو كذلك فعلا، غير أنه ما ينبغي الإشارة إليه أن امتداد الجامع جاء إثر استحداثات وإضافات شهدها المبنى في فترات زمنية متعاقبة. يتكون جامع المضفر في الأصل من بيت الصلاة التي هي عبارة عن رواقين ومحراب يتخللهما 8 أعمدة ضخمة، هي في المجمل ركائز للقبة الوسطى الكبيرة والثمان القباب الصغيرة التي تتوزع مناصفة على يمين ويسار بيت الصلاة. تذكر المراجع التاريخية أن إضافات جرت على المبنى الرئيس، فكانت التوسعة الأولى في بيت الصلاة للجهة الشرقية من المسجد مع إضافة القبة الكبيرة، وذلك في عهد الملك الأشرف الثاني. من خلال التحليل في البناء التي قامت به الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عرفنا هذه الإضافات من خلال النمط المعماري، وأيضا الزخارف في القباب، فالزخرفة في القبة الوسطى تختلف تماما عن الزخرفة في الجهة الشرقية والجهة الغربية. وفي عهد الملك المؤيد فقد جاءت التوسعة الثانية وتمثلت بإضافة رواقين لبيت الصلاة، وتحديداً في الجهة الجنوبية. ومع مجيء الملك المجاهد شهد مسجد المظفر استحداثات جديدة تمثلت ببناء الصوح المكشوف جنوبي المسجد، وإضافة برك للمياه وحمامات وأماكن للوضوء، غير أن الاستحداثات لم تتوقف عند هذا الحد أو التاريخ. المرحلة الخامسة التي كانت في عهد الملك عامر بن عبد الوهاب الطاهري، وقام باستحداث وتوسعة الجامع من الجهة الجنوبية، قام باستحداث قبة أيضا تحتوي على عدد من الزخارف، وأيضا قبة صغيرة على البوابة الغربية. كانت المأذنة القديمة قبل اندثارها في الثلاثينيات، وأعاد الإمام أحمد بناءها على نفس النمط الدولة الرسولية، وقبل موت الإمام أحمد تقريبا بحدود شهرين أو شهر سقطت المنارة، مالت وسقطت. في الثمانينات أعيد بناء ترميمها على النمط الصنعاني. بناء المسجد كان من الأحجار، واستخدمت فيه مادتا الياجور والقضاض، وهو ما جعل البناء يقاوم عملياً طيلة عقود من الزمن. الجامع كان على موعد مع الترميم، خصوصاً بعد توثيق فريق فرنسي وتصويره لمختلف جوانب الصرح،
استعداداً لعملية الترميم، غير أن الأحداث الأخيرة حالت دون إتمام العملية التي هدفت لإظهار الجماليات والزخرفة المطموسة بالنورة البيضاء. يمثل جامع المظفر اليوم مركز جذب لكثير من الدارسين والحريصين على تعلم وتعليم القرآن، وكذا الباحثين عن الاستقرار النفسي الذي لا يكون إلا في بيوت الله. جامع المظفر نحن نعتبره ومن قبلنا ومن بعدنا من أنه شيخ المساجد وأبو المساجد، وفيه روحانية لا توجد في أي مسجد آخر، يجذب الناس إليه من أماكن بعيدة. وهو جامع مبارك كونه أسس على التقوى، بناه الملك المظفر وكان ذا تقوى وبر وخير عظيم. تهدد التشققات مسجد المظفر الأثري بفعل العوامل الطبيعية والإنسانية، ما أدى إلى تسرب للمياه في أكثر من جانب، الأمر الذي يستدعي السلطة المحلية بتعز للوقوف بجدية أمام هذه التهديدات التي قد تؤدي إلى انهيار القباب أو بنية الجامع واحتوائها قبل أن تفقد تعز معلماً لا يقدر بثمن. كثيرة هي صور الصمود والتحدي التي يرسمها أبناء تعز في مواجهة استمرار الحرب وتداعياتها وتأثيراتها على الجانب الإنساني. مخبز خيري للمساكين والأسر المحتاجة إحدى هذه الصور في مجال التكافل الاجتماعي. ليس ثمة شيء أهم من إطعام مسكين أو توفير لقمة عيش تسد الرمق وتجعل الإنسان يعيش حد الكفاف، لا سيما مع طول مدة الحرب وما أفرزته من زيادة في أعداد المحتاجين. الفكرة التي عمل عليها عصام البتراء، وهو أحد رجال الخير والشخصيات الاجتماعية المعروفة والتي بنى عليها مشروعه المتمثل بمخبز معا لن نقهر للصمود في مواجهة الحرب. نشطنا في البداية في توزيع السلع الغذائية بشكل كبير جدا، حتى وصلنا في النهاية إلى فكرة إن لقمة العيش هي خلاصة الغذاء الحقيقي، إن وكذلك إن المخابز الخيرية هي مختصر الغذاء أو خلاصة الغذاء الذي نستطيع أن نقدمه للناس، ونوفر عليهم الغاز، ونوفر عليهم العمل، ونوفر عليهم أشياء كثيرة، خاصة في ظل انقطاع المرتبات في الفترة السابقة وعدم توافر الغاز وعدم توافر ما يحتاج إليه المواطنين. أكثر من 1000 محتاج يستهدفهم المخبز الخيري من خلال ما يقارب 8000 قرصا يوميا، في ظل خطط طموحة يعمل عليها القائمون على هذا المشروع الخيري لاستيعاب الأعداد المتزايدة في ظل ظروف معيشية صعبة هي بالتأكيد نتاج وطأة الحرب على تعز. عندما تحس الازدحام سواء في مكتب المؤسسة أو على أبواب المخبز، تحس بمدى الاحتياج، مدى احتياج الناس. مش معقول هؤلاء الناس يمسكوا الطوابير على الخبز، وكذلك يأتوا إلى المؤسسة أحياناً بالعشرات وأحياناً بالمئات من أجل أن يحصلوا على كرت رغيف يومي يقوموا بعشرة أقراص أو ثمانية أقراص. يبدأ المخبز منذ ساعات الصباح الأولى بتوزيع أقراص الخبز على المحتاجين من الأسر وفقاً لمسوحات ميدانية يحصل بموجبها الأشخاص على كروت تمكنهم من الاستلام بكل سهولة ويسر. نستيقظ الساعة الرابعة فجراً، يبدأ التجهيز للعمال من خلال العجل، ثم بعد ذلك أخذ فترة حتى يخمر العجين، ويبدأ الإنتاج مباشرة من الساعة الخامسة. يبدأ التوزيع بموجب الكروت المصروفة من الإدارة والتأشير على اليوم المصروف فيه وعدد الأقراص وحسب الميزان الموجود عندنا. تلقى مثل هذه المشاريع التي تعمل في توفير لقمة العيش الاستحسان من قبل المواطن باعتبارها مشاريع استجابة مباشرة لتوفير الطعام، ويعبر كثير من المستفيدين عن رضاهم وامتنانهم لخدمات المخبز الخيري والقائمين عليه. 8 حبات بيوم، كل يوم عيش تمام، لا مش حارق ولا حامض،
ولا في بو أي حاجة. هم شغالين بدخل المخبز هذا تمام. كل يوم 8 حبات. والثانيين كمان عيالي حصل لهم كل واحد كل يوم 8 حبات. 16 قرص أو 20 قرص. أنا يعني زي ما تقول تعبان ما معيش خالص، أرجع ظهر هم معيش مع كل منهم. ما فيش معي داخل من أي محل. أي مشروع ثاني يعملونه والله ما يفيد شيء بالشعب. هذا يفيد الشعب، يجي للشعب لأيده. تخبز له خبز تديله ياكله وقهله. تمام. يعني مشروع ناجح. ويأمل مواطنون في تعز في تعميم مثل هذه المشاريع وشموليتها لإغاثة أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين، داعين المنظمات وفاعلي الخير إلى دعم ومساندة مثل هذه الأعمال. بهذه الصورة الرائعة والنموذج الخيري المشرف نكون وإياكم مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. دمتم وفي أمان الله. عز مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته ولنا.